سيد الختام، عايز فتنة خلق القرآن، لأن مفتي ما هو السلطنة لا والله طلع لا. كتاب عن إن القرآن مخلوق، طيب عايز لكن تلخيص ليه. الكلام على بني أمية أيضا والله يحتاج إلى لا تعليق. بني أمية احنا يعني نقول ايه، يعني رددنا عنهم كل الشبهات، فهم سادة الدنيا وفاتح الفتوحات ومجاهدين في الأرض. طيب تفضل. عن خلق القرآن. خلق القرآن، أي لأن الخليلي مطلع كتاب فتنة خلق القرآن، اللي هو طيب الحق الدامغ ولا اسمه ايه؟ نعم الحق الدامغ. الحق الدامغ. أي نعم. على كل حال الإباضية ينقسمون إلى إباضية المشرق وإباضية المغرب. المشرق دول هم البربر في المغرب وتونس والجزائر. نعم نعم تمام. إباضية المغرب آه. هم الذين كان فيهم القول بخلق القرآن. تمام. إباضية المشرق ما كادوا يرون خلق القرآن حتى جاء الخليلي اللي هو المفتي الحالي، المفتي الحالي طلع كتاب يعني هو بالكلام ده. الذي جاء بالفتنة إلى عمان. قبل ذلك ما كان أهل عمان يرون يقولون بخلق يقولون القرآن، بخلق القرآن، بل إن العامة منهم يعني بعض الإخوة الذين حدثوني يقولون أننا نسأل بعض العامة ونقول ما رأيك بمن يقول القرآن مخلوق؟ قال أعوذ بالله هذا كافر، هذا عوامهم يعني. تمام. فهذا الشيء هذا هذه من الفتن التي جاء بها احمد الخليلي، نسال الله جل وعلا ان يهديه او يكفي. يعني ايه خلق المسلمين القران يا دكتور؟ سريعا انا عايز اجابات سريعه. طيب عشان اما المقصود بخلق القران فالقران كلام الله جل وعلا، وكلام الله صفه من صفاته، فمن يقول ان صفات الله مخلوقه فهذا نسال الله العافيه وقد وقع في زور وبهتان. اذا هناك خالق لله. نعم يعني من يقول القرآن مخلوق هذا يترتب وليس عليه الكفر كلام الله، يترتب عليه أن كل مخلوق يفنى وأن كل مخلوق له خالق، هذا يترتب عليه كفر قائل هذه المقالة. لكن نعرف أن الكفر يكون بضوابط، يعني لابد من توفر الشروط وانتفاء المانع، لكن القول في حد ذاته كفر كما نص على ذلك الأئمة. طيب حينما يقولون إن القرآن مخلوق، لماذا تقولون إن القرآن مخلوق؟ نجد أنهم يتمسكون ببعض الشبه التي لا تثمر ولا تؤدي نتيجة، مثل إن كل شيء خلقناه بقدر. طيب كل شيء قابل للخلق، يعني هل من جملة المخلوق كلام الله؟ طيب الله سبحانه وتعالى قال تدمر كل شيء بأمر ربها، عن الريح التي أرسلها على قوم عاد. طيب وهل دمرت الكرة الأرضية؟ لا. هل دمرت الملائكة؟ هل دمرت الجن؟ هل تدمر كل شيء يقبل التدمير؟ كذلك أيضا هذا إن الله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء يقبل الخلق، أما صفات الله جل وعلا فغير قابلة للخلق، فهي صفة من صفاته. طب ماذا يقول يعني الدكتور في الآية الكريمة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام طيب الله. هم دائما ربنا قال في القرآن حتى يسمع كلام الله، وهناك ما هو يعني أصرح منه، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الله سبحانه وتعالى يتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله جل وعلا يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. تمام. لكنهم يحاولون أن يؤولوا مثل هذه النصوص، هم إذا جاءوا إلى نص في كتاب الله جل وعلا لجأوا إلى تأويله، وإذا جاءوا إلى نص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا أنه غير متواتر وبإمكانهم أن يردوه بكل ما سهولة. الذي يترتب على القول بفتنة خلق القرآن؟ مثل ما قلت القائل بخلق القرآن يكون كافرا إذا قامت عليه الحجة. طيب إيه اللي يترتب عليه؟ إن القرآن مخلوق وكل مخلوق يبلى؟ يترتب عليه كل مخلوق له خالق، يترتب عليه اولا ان يكون نصا ادبيا قابلا للنقد. طيب عايز اكمل، عايز اقول، لا قول يا دكتور، انا عايز صنف النهايه، عايز اوصل اكبر قدر ممكن للمشاهدين. نوصل اولا ان القول بان القران مخلوق يعني ان جزء من الله جل وعلا مخلوق. مساله خطيره هذا. نعم هذه مساله خطيره، يعني يترتب عليها الكفر كما قلت. كذلك يعني هذا القرآن الذي نقول إنه كلام الله وهو بين أيدينا، ما دام أنه مخلوق فهذا رفعت عنه القداسة، المخلوق ما صار له تلك المكانة التي تكون في نفوس المسلمين لكلام الله جل وعلا. نعم. والسبب في ذلك أن هذه القضية قضية جدلية
ما كانت موجودة في صدر الإسلام، وفي حقيقة لم لا يتعلق بها شيء مما يتصل لا بحقيقة تنزيه الله سبحانه وتعالى ولا بالعبادة التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن هذه القضية قضية حادثة، بمعنى أنها نشأت في القرن الثالث الهجري، والمسلمون الذين تقتلوا قبل ذلك ما كانوا يعرفون هذه القضية ولا طرحت. ثم لما طرحت هذه القضية اختلف المسلمون في تحرير موضع النزاع فيها. أنت الآن تسأل هل القرآن مخلوق أو هو كلام الله؟ صحيح؟ طيب هل هذان الكلمتان متقابلتان؟ هل الذي يقابل مخلوق أنه كلام الله أو يقابل مخلوق أنه الخالق؟ أنت الآن تلزمني أن أختار بين اختيارين ليس بينهما تقابل. ما الذي يقابل كلمة مخلوق؟ يقابل كلمة مخلوق خالق، ويقابل كلمة وحي من عند الله أنه كلام من عند البشر. صحيح؟ صحيح أو لا؟ أنا أريد أن أسمع منك لا طالبك، ليس العلم. نعم. فلذلك هذا الذي يعني أنا حتى أوضح لك أن أحياناً حتى السؤال أنا أصحح لك سؤالك الآن، أن السؤال في نفسه خطأ، لأن حينما تقول هل هو مخلوق هل هو وحي من عند الله، هذا السؤال خطأ في ذاته. يعني لما تقول هل أنت نائم أو أنت تأكل، لا علاقة. عكس النائم يقظان، عكس الذي يأكل جائع. هاتان الكلمتان متقابلتان، فإما أن تقول هل هو خالق أو مخلوق، أو أن تقول هل هو وحي من عند الله عز وجل أو هو ليس وحي من عند الله تعالى. إذن هذا إجماع من أهل العلم أن القرآن هو وحي الله سبحانه وتعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز لفظاً ومعنى. هذا هو تعريف القرآن عند المدرسة الفقهية التي أنتسب إليها وعند سائر علماء المسلمين. The Quran, which is referred to our Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, is the source of guidance and mercy in our life. But how can we respond to that revelation of the Quran? على أن ينبغي لنا نحن أيضا الله سبحانه وتعالى، وهذه يعني أنا أذكر بها نفسي وأنصح بها إخواني الفقهيين. This is a reminder for myself and for my brothers, which is really very important. The Caliph Umar ibn Abd al-Aziz radiallahu anhu was asked about the dispute that happened between the Sahaba. His answer was, تِلْكَ الْإِمَامُ طَهَّرَ اللَّهُ مِنْهَا سُيُوفَنَا فَلْنُطَهِّرْ مِنْهَا أَلْسِنَتَنَا. This is Umar ibn Abd al-Aziz. Only after 100 years from that dispute, or 150 years after that dispute, and when he was asked, he said, these are bloods that Allah subhanahu wa ta'ala has purified our swords from. So let's purify our tongues from. And then he quoted, تِلْكَ أُمَّةٌ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ. You are not going to be asked about what they have asked, what they have done. We are going to be asked about our doings, our actions,